كان في مجهودات كبيرة الحقيقة، وكان عمل جماعي الحقيقة من نقابة أطباء الأسنان، نقابة البشري، نقابة العامة الصيادلة، نقابة العامة مهن طبية مساعدة برضو. فالحقيقة يعني كان لنا دور متواضع في الجهد هذا الحقيقة. وكان بداية من نوفمبر الماضي تقريبا، لما كانت فيه صدور قرار 1354 من المجلس الرئاسي بخصوص تعديل لائحة مرتبات الأطباء والمهن الطبية المساعدة. فالحقيقة يعني اعترضنا احنا كنقابات، وما كانش فيه تجاوب كبير من المجلس الرئاسي في حين يعني. فقررنا احنا نديروا يعني وقفة احتجاجية وكذا بالتعاون مع النقابات العامة الطبية طبية مساعدة. والله الحقيقة هي مش نسبة مئوية، هي تقدر تقول، لكن هيك مش حنعطيك رقم كنسبة مئوية، لكن ممكن تقول حسب تقديري الشخصي يعني ممكن 150% حوالي أو 100% يعني. فهو مش هيك يعني، كان في أن المرتبات تبدأ من رقم كذا، مثلا الطبيب البشري 2000 دينار، كان في السابق في 600-700 حاجة زي هذه الحقيقة. وكان بداية مرتبات لأطباء الأسنان من 1930، ففي زيادة سنوية 70 دينار في السنة. الشيء المهم الحقيقة واللي نشبح فيه إنجاز لنا احنا كنقابات وإنصاف للمهن الطبية والطبية، المهن الطبية بالذات يعني العناصر الطبية اللي يشتغل في مستشفى في قسم وبادل جهد كبير يعني، وقاعد في نفس الدرجة اللي هو فيها ليه في ليه 10 سنوات 15 سنة في أقسام جراحة، ويبذلوا في مجهود كبير حقيقة. تم إنصافهم بأن يرقى لأخصائي أقل شيء يعني، يأخذ حقوقه، يزيد مرتبه، يزيد تصنيفه. فهذه الحقيقة يعني نشبح فيه إنجاز كبير.